أكد وزير الري هاني سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة في وضع الحلول اللازمة لإنهاء الأعطال الموجودة ببعض الآبار الجوفية، وخلال اجتماع لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادي الجديد فيما يخص وجود أعطال في تشغيل بعض آبار المياه الجوفية بالمنطقة، أكد سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، مشددا على قيام قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميداني لدراسة طلبات الأهالي وتحقيق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان الجوفي. عقد وزير التموين شريف فاروق عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان. وخلال لقاء مع رئيسي غرفة الصناعة وغرفة التجارة الأردنية، أكد وزير التموين على إمكانية التعاون المشترك وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعية بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين. في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع زيادة إمدادات مجموعة أوبك بلس من الخام وسط توقعات بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. أما على صعيد التداولات، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت وذلك بنسبة 1.43% إلى 68 دولار و17 سنت للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45% إلى 72 دولار و15 سنت للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتصل إلى دولارين و17 سنت للتر. في المقابل، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.17% لتسجل دولارين و79 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على تباين، بينما تعثر المؤشر القطري قبيل إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، وخسر المؤشر السعودي 0.4% وارتفع مؤشر دبي 0.5%. وفي أبو ظبي صعد المؤشر 0.2% وهبط المؤشر القطري 1.2% بعد أن تكبدت أغلب الأسهم المدرجة فيه خسائر.